يقول قوله قال شيخ الإسلام، ما المقصود به في هذا الكتاب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا أطلق شيخ الإسلام المراد به ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم، ويسمى الحفيد ابن تيمية الحفيد، لأنه حفيد للمجد، جده المجد بن تيمية العالم الكبير. نعم.